لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي محمد علي حسين. أهلا بك سيد محمد على شاشة اليوم. أهلا وسهلا فيكم يا هلا. أهلا سيد محمد، إذا واشنطن تضع السلام الجاد كشرط لإعادة الإعمار في سوريا، ما الهدف من هذه الخطوة الأمريكية وفي هذا التوقيت؟ طبعا من المعروف أن أمريكا منذ بداية الحرب الكونية على سوريا هي تحاول عرض أي جهود للسلام والإعمار، والآن وقد حرر الجيش العربي السوري أغلب مناطق سوريا ولم يتبقى إلا مدينة إدلب، ونحن نعرف أن هناك تفاهمات ما بين الحكومة السورية وخطة الأكراد، فهي تحاول الآن عرقلة إعادة الإعمار التي تنتهي سوريا والدول الصديقة مساعدة كان روسيا أو الصين أو البرازيل وإيران وبقية الدول، لذلك هي تحاول قدر الإمكان أن تعرقل جهود السلام وحتى جهود الإعمار. هذا من حيث المبدأ، لأنها تريد سوريا الخير وتريد دائما أن تكون هناك إشكاليات في المنطقة. سيد محمد، العنوان الأبرز لدى أمريكا في هذه الفترة هو إيجاد حل سياسي وإصلاح دستوري في سوريا، ولكن ماذا في التفاصيل؟ ما الذي تسعى إليه فعلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقول يجب أن يعود المسار السياسي فقط لمنصة جنيف؟ طبعا من المعروف أن هناك عدة مسارات حول القضية السورية. المسار الأساسي هو الذي تفعله روسيا، إن كانت سوتشي أو تقييم المناطق، ونحن نعرف ان امريكا تحاول قدر الامكان الرجوع الى جنيف. طبعا هذه الحاله لم تعد الان قابله للتطبيق، لان جنيف برعايه امريكيه وحتى رعايه امميه هي لا تريد ان تكون هناك تفاهمات حقيقيه ما بين الحكومه السوريه والمعارضه. لذلك هي تكون دائما ستكون هناك حل سلمي، لكن ما هو الحل السلمي؟ هي تغيير في بنيه النظام السوري. وهذا ما لا ترضى لا روسيا ولا سوريا ولا دول التي تتحالف مع سوريا، لذلك هي تحاول قدر الامكان الابتعاد عن سوتشي والابتعاد عن كل التحالفات التي تجريها روسيا في المنطقه حتى تتمكن امريكا من فرض شروطها على المنطقه. هذا باختصار شديد. طيب السيد محمد، هذا القرار الامريكي اليوم بوقف تمويل برامج اعاده الاعمار في سوريا، الى اي مدى يفقد امريكا ما تبقى لها من نفوذ على الساحه السوريه؟ طبعا تحاول قدر الامكان امريكا عرقلت هذه الجهود من خلال توقف الاموال توثيقها حيث لا يمكن اعاده الاعمار، وحتى كل هذه الاموال لا تساوي شيئا، يعني كل هذه الاموال هي عباره عن 300 مليون دولار، ونحن نعرف ان سوريا المليارات، لذلك هذا لا يقدم ولا يؤخر شيء بالموضوع على الاطلاق. لكن نوع من النكايات السياسيه، وتحاول حتى الان بعض الدول العربيه السعوديه ان توقف تلك العمليات وتوقف اعاده الاعمار، لكن في النهايه عندما ينتصر الجيش العربي السوري من المؤكد ان كثير من الدول الصديقه سوف تتعاون مع سوريا للبناء واعمار الدوله السوريه من جديد. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السيد محمد علي حسين على هذه المداخلة، كنت معنا من دمشق.